يعني نتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة، حيث أن آخر هذه الغارات كان على منزلين في منطقة النصيرات وهي المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة. نتج عن هذه الغارة لهذين المنزلين واللذان يعودان لعائلتي العصار وزقوت 9 شهداء وأكثر من 35 إصابة، وصلت إلى مستشفى العودة في منطقة النصيرات غرب وسط قطاع غزة. هذه كانت الغارة الإسرائيلية الأخيرة على وسط القطاع، ولكن كان قد سبقها العديد من الغارات التي استهدفت مناطق عدة في وسط قطاع غزة، مثلا في منطقة دير البلح، في منطقة الحكر ومنطقة البركة. كان هناك استهدافات عدة لمنازل المواطنين، من ضمن هذه الاستهدافات كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة أبو مغصيب، وصل جراء هذه الغارة 9 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد هنا. وكان هناك استهداف آخر في منطقة البريج وهي المنطقة الشرقية لوسط القطاع، نتج عن هذه الغارة والتي استهدفت منزل يعود لعائلة أبو حامدة 8 شهداء حتى هذه اللحظة، أيضا وصلوا إلى مستشفى الشهداء الأقصى. وهناك في كل غارة إسرائيلية نتحدث عن مصابين ونتحدث أيضا عن مفقودين لا يعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة، لأن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف هذه المنازل دون سابق إنذار أو تحذير، وهذه العادة التي جرى الاحتلال باستخدامها منذ بدء هذه الإبادة الإسرائيلية. نتحدث عن 57 يوم، وها نحن نقترب من اليوم 58، والاحتلال الإسرائيلي يصر على هذه السياسة في استهدافاته للمدنيين العزل، لا سيما الأطفال والنساء، حيث أن جل الإصابات التي وصلت والشهداء خلال الغارات الأخيرة لمستشفى الشهداء الأقصى كان أغلبهم من الأطفال وأيضا من النساء، وهذا يدلل بأن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف المدنيين في غاراته المختلفة على قطاع غزة. هذا بالنسبة لوسط القطاع، مع استمرار نزوح أعداد كبيرة من المواطنين الذين يتواجدون في وسط دير البلح. بعد الحديث عن تحرك للآليات الإسرائيلية بالمنطقة الشرقية لوسط القطاع، وكانت هذه الآليات تقوم بإطلاق قذائفها بشكل مستمر على منازل المواطنين في مناطق متفرقة في منطقة دير البلح، مما دفع عدد من النازحين للنزوح إلى أماكن إيواء جديدة مثل مستشفى شهداء الأقصى. نتحدث عن المئات الذين وصلوا مؤخرا إلى مستشفى شهداء الأقصى وقد نزحوا من مناطق مختلفة، إما من مراكز كانوا في مراكز إيواء وجاءوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، أو كانوا في منازلهم ولكن اضطروا للنزوح والوصول إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذا بالنسبة لوسط القطاع، ولكن هناك أيضا أحداث ميدانية حدثت في شمال القطاع وأيضا في مدينة غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل دقائق من الآن كان هناك له العديد من الغارات على منطقة حي الشجاعية وهي المنطقة الشرقية لمدينة غزة. وهنا نذكر بأن في ساعات الأخيرة من نهار هذا اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أكثر من 50 منزل دفعة واحدة في حي الشجاعية، مخلفا أكثر من 300 شهيد في تلك المنطقة، كما قام باستهداف العديد من المنازل المحيطة لمدرسة أبو حسين في منطقة الفلوجة في شمال القطاع، بالتحديد بالقرب من مشروع بيت لاهية. استهدف هذه المنازل بالقذائف، وكان هناك العديد من الشهداء الذين للأسف لا يوجد في شمال القطاع ولا في مدينة غزة أي مستشفى يمكن أن يقدم الخدمات الطبية والرعاية الطبية لهؤلاء الجرحى، بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بإخراج هذه المشافي عن الخدمة، إما باستهدافها بشكل مباشر أو دخولها أو في محيطها. الحالة الإنسانية صعبة جدا، ما بين الجرحى، ما بين المصابين، وما بين المرضى، وأيضا في صفوف النازحين. وأيضا هناك قبل قليل وصل إلى مستشفى الشهداء الأقصى 6 سيارات إسعاف محملة بعدد كبير من الإصابات الذين وصلوا من مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى، وذلك بعد أن كان هناك تنسيق عن طريق الصليب الأحمر لإيصالهم إلى مستشفى شهداء الأقصى كي يتلقوا الخدمة قدر المستطاع المتاحة
في مستشفى شهداء الأقصى.